دبلوم تتكون من 6 مواد، كل مادة ستكون عبارة عن 3 محاضرات، كل محاضرة ساعتين، ساعة ونصف محاضرة ونصف ساعة ستكون باب المناقشة مفتوح للجميع. يجب التنويع على أهمية الحضور حتى يتسنى للطالب الحصول على شهادة معتمدة من الأكاديمية ومن الجامعات. إذا أراد الطالب شهادة معتمدة من الجامعات ومعتمدة بخدمة الخارجية ستكون عليها رسوم، أما الدبلوم كمواد وشرح وشهادة أكاديمية الرواد فهو مجاني، عمل وقفي لله تعالى. يجب الحضور أولا وأخيرا وثانيا وثالثا، والاستفادة من ذلك لأهمية هذا الدبلوم، وخصوصا مع توالي الأزمات على الأمة الإسلامية من شرقها وغربها، فنحتاج إلى مثل هذه الأمور، وخصوصا في العمل الخيري والإنساني وما تشهده أحداث مثل غزة. هناك أزمة حقيقية في عملية وصول المساعدات أو في عملية التنظيم، حتى إذا وصلت إلى داخل غزة هناك عشوائية حتى في توصيلها إلى المحتاجين الحقيقيين. فعكفنا في ظل هذه الأزمة على عمل دبلوم متميز حتى نخرج جيل لديه القدرة والتمييز على فكرة أهمية العمل الخيري والإنساني في ظل احتياج الإنسانية لجيل جديد يقود مثل هذه الأمور. وللأسف الشديد لدينا ضعف كبير جدا رغم الإمكانيات المتميزة للأمة فيما تسمى فكرة الإدارة، وخصوصا الإدارة وصناعة الأزمة. يؤسفني أن أقول إلى الآن لا يوجد مركز عربي أو إسلامي بما يسمى إدارة الأزمة أو استشراف الأزمات، في حين أن الحكومات الغربية توجد لديها أكبر الإدارات في كل صناعة القرار ما يسمى استشراف الأزمة أو إدارة الأزمات. حيث نجاح أي مشروع في هذا الكون يعتمد على فكرة الإدارة وتميز الإدارة. فاليوم سنتحدث عن مادة مهمة في إدارة الأزمات والكوارث. لماذا؟ لأن الأزمة والكارثة ستكون بشكل مفاجئ. إذن الشكل المفاجئ يحتاج إلى إدارة متميزة تكون مواكبة للتحديات التي تواجهها في ظل الكوارث أو في ظل أزمات مثل ما حدث في زلزال تركيا أو ما يحدث الآن أمام أعين الجميع في غزة. فكيف بقل الإمكانيات تصل إلى أفضل المستويات وبأفضل جودة ممكنة؟ فيتطلب علينا نحن جيل المسلمين أن نكون حاضرين متطوعين مثل هذه الأمور، لدينا القدرة والكفاءة وليس العشوائية، لأن العشوائية تسبب إهدار للأموال، تسبب إهدار للأرواح، تسبب تضييع للوقت وضيق فرص الإنقاذ للجميع. ولعل رأينا أيضا مشهد في المغرب الطفل ريان، كيف دولة تجلس بكل إمكانياتها 24 ساعة أو ما يزيد عن ذلك لإنقاذ طفل، وكثير ليس المغرب فقط. وهذا ما يجعل في ذهننا أننا ليس لدينا إدارات متميزة في إدارة الأزمة والكوارث قادرة على حل الأزمات. من أحداث غزة وأحداث الزلزال وغيرها عكفنا على عمل دبلوم متميز يشمل إدارة الأزمات، أهمية العمل الخيري، كيفية تنظيمه، وأتينا بمتخصصين في هذا المجال، ولعل أبرزهم المنظمة الإسلامية في أوروبا التي يقودها الدكتور هاني البنا وهو أحد المحاضرين، أيضا الدكتور زايد حماد وأيضا الدكتور خالد. كل هؤلاء لديهم باع طويل وخبرة كبيرة جدا في هذا العمل، وأيضا الدكتور وهيب خوجة لديه أيضا تخصص كبير جدا وجامعة وقفية وإدارة وقف كبير جدا. فأتينا بأصحاب خبرة وأصحاب تميز أكاديمي ليكونوا حاضرين ومحاضرين لكم حتى نخرج جيل لديه وعي بأهمية إدارة الأزمة وأهمية العمل الخيري والإنساني، ونحن في حاجة إلى ذلك في هذا التوقيت. فهي فرصة عظيمة لنيل شهادة معتمدة
وأيضا فرصة عظيمة للمشاركة في هموم الأمة، وفرصة عظيمة لمساعدة النفس أولا والأهل، ثم مفهوم الأمة الأوسع. لأن الأزمات والكوارث تأتي فجأة، نحن بحاجة إلى مساعدة أنفسنا وأهلينا ومن حولنا. فلذلك عكفنا على وضع هذا البرنامج المتميز، لذلك نتمنى من الجميع الحضور والتفاني في الحضور. الأمر سهل عبر الأونلاين، اخترنا مساء حتى الجميع يكون فض من أشغاله، عبارة عن يومين في الأسبوع، كل يوم ساعتين. فلذلك نرجو الحضور. وأيضا بعد كل محاضرة، عند انتهاء المحاضر من محاضرتي، سيتم إرسال رابط لتسجيل الحضور حتى يتم التقييم على أساسه، وأيضا يوجد اختبارات في نهاية كل دبلوم إن شاء الله تعالى. فنتمنى ومشاريع بحثية أيضا، لذلك نتمنى من الجميع الحضور والمواظبة على الحضور، وخصوصا أن هناك أصحاب خبرات يحاضرون في هذا الدبلوم. يتفضل الدكتور خالد مشكورا لبدء محاضرة اليوم، وهي المحاضرة الأولى في أولى مادات دبلوم العمل الخيري والإنساني إدارة الأزمات والكوارث. أحب أن أشكر الأستاذة فرح على المجهود الرائع الذي بذلته، وفريق أكاديمية الرواد وشبكة الرواد ومنصة تمكين للعمل الإنساني لتقديم مثل هذا الدبلوم بالمشاركة مع أكاديمية الرواد الإلكترونية. فلو موجود الدكتور خالد يتفضل لبدء المحاضرة إن شاء الله تعالى، محاضرة اليوم، وستكون الأيام المجدولة ويتم عمل جدول بذلك، وسيتم طرحه على المجموعة بكافة مواعيد الدبلوم، وهي بالتحديد ستكون يوم الأحد والأربعاء في أغلب الأوقات. دكتور خالد، لحضرتك موجود، ارفع علامة اليد حتى أسمح لك بمشاركة المايك والفيديو ومشاركة الشاشة. دكتور خالد، الله يكرمك ويبارك فيك، انا حطيتك بالاشراف، يا ريت تجرب صوت وصوره من عندك. تمام دكتور السلام خالد، عليكم تستطيع ورحمه الآن؟ الله. دكتور خالد، يا ريت تفتح الكاميرا، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عليكم ورحمه السلام الله ورحمة وبركاته. الله وبركاته. حياكم الله جميعا. حياكم الله دكتور خالد تفضل. رمضان، أهلا بك في أولى محاضرات اليوم لدبلوم العمل الخيري والإنساني، وأولى مادته هي إدارة الأزمات والكوارث، وهي من المواد المهمة وستكون على 3 محاضرات. المحاضرة ساعتين، الساعة ساعة ونصف محاضرة ونصف ساعة مناقشة، أو كما يرى معالي الدكتور إن شاء الله. فليتفضل مشكورا لبدء محاضرة اليوم، وهي المحاضرة الأولى. تفضل دكتورنا العزيز. نعم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهودكم وأن يوفقكم لكل خير. وهذه هذه المحاضرة أنا سعيد الحقيقة بالمشاركة فيها، يعني هذه ليست المرة الأولى التي أشارك فيها مع الأكاديمية، وأشعر إن شاء الله إنه في كل مرة الإنسان يلتقي ب يعني ثلة من الأفاضل الذين يتدارس معهم ويتباحث معهم ويفيد ويستفيد، وهكذا كذا المؤمن يعني يستفيد من إخوانه ويتعلم منهم ويعطيهم ما عنده من علوم. في البدء نحن اليوم في مادة إدارة الأزمات والكوارث. نحن في الحقيقة نتباحث أو نتكلم في مادة من المواد الحية التي ما زال الناس
يعني يتناقشون حولها ويتداولون حولها، لأن الأزمات والكوارث علم متجدد، ما زالت الكوارث والأزمات تأتي على الناس ويتعاملون معها ويتعاطون مع مستجداتها، بحيث أنهم في كثير من الأحوال يحتاجون إلى أن يبحثون في الجديد، جديد العلوم، جديد الأدوات، جديد المهام، حتى يصلوا إلى أفضل التقنيات المساعدة على إدارة الأزمات. موضوع إدارة الأزمات هو ليس أمرا جديدا، ليس علما جديدا، هو علم قديم، وعلم يعني علم الله عز وجل يعني أنبياءه عليه. ولعل من أوائل الأزمات الكبيرة، طبعا الأنبياء حياتهم مليئة بهذه الأزمات التي تكررت والتي مرت على الناس، ولكن هناك أزمة من الأزمات الكبيرة التي حصلت في عهد نبي الله يوسف عليه السلام، عندما رأى الملك تلك الرؤيا العظيمة التي كان فيها يعني انعطافة كبيرة في حياة الناس وفي معاشهم، ولها مردود كبير في حياتهم. قال الله عز وجل حاكيا عن رؤيا الملك، قال: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. الحادثة هذه كان فيها، إذا أردنا أن نأخذها في إطار إدارة الأزمات والكوارث، فإننا نتكلم عن شخص هو يعني يمثل القيادة الكبيرة على مستوى الدولة، رأى رؤية، هذه الرؤية فيها يعني هي رؤية مخيفة بلا شك. هو رأى أن هذه الرؤية هي رؤية حقيقية، ليست رؤية كذب وليست رؤية أضغاث أحلام، بل إنها رؤية لها حقيقة ولها يعني كأنه يراها بعينه، وكأنه يتلمس أن هذه يعني هناك خطر ما مقبل ويعني محيط بهذه الأمة وبهذه الدولة. بدأ يلتمس المعبرين حتى دل على في قصة طويلة إلى نبي الله يوسف. لما جاء نبي الله يوسف وشرح له الرؤيا وفسرها لهم، في الحقيقة يوسف عليه السلام لم يفسر الرؤيا فقط، هو يعني حلل الموضوع ووضع الحلول ووضع يعني كيف يفعلون، وإلى أن تنتهي وإلى أن تنجلي هذه الأزمة هناك إجراءات كثيرة لا بد أن يقوم بها الملك. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 عجاف يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أراهم المشكلة، ابتداء ستكون هناك أيام رخاء إذا استفدتم منها ووفرتم فيها، ستأتيكم بعدها أيام شدة تأكل هذه الوفرة التي استطعتم أن توفروها، بعد ذلك سيأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، يعني يأتي العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إذن القضية ابتداء هي قضية هامة للغاية. أنا بالمناسبة يعني كنت أريد أن يكون هناك عرض، سأدخل باسم آخر لعله على أساس أنه من الكمبيوتر يكون العرض. الشاهد أن هناك يعني هناك إجراءات لابد أن يقوم أن يفعلها الناس حتى يخرجوا من الأزمة، وحتى يكونون في مأمن من لأواء الكارثة، ابتداء من الاستعداد، من تفهم الكارثة، من فهم أبعادها، من يعني الاستعداد لها، من إعداد الكوادر، إعداد الأدوات، بعد ذلك يبدأ الإنسان. إذا هناك إجراءات يقوم بها الناس قبل الكارثة، وهناك إجراءات أثناء الكارثة، وهناك إجراءات بعد الكارثة. هذا سيأتي معنا في مواجهة الكارثة غدا إن شاء الله، أو في اللقاء القادم يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. الأمر الأول الذي نريد أن نتحدث معه، ما هي الكارثة وما هي الأزمة كمفهوم، وما الفرق بينهما؟ ابتداء، الأزمة والكارثة قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى التي تنزل على الناس. هذا القدر يكون أحيانا في شكل يعني مصائب كبيرة كما قال الله سبحانه وتعالى،
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أحيانا يبتلى الإنسان بالخوف، أحيانا يبتلى بالجوع، أحيانا يبتلى بهلاك لأمواله، يعني مثل الأعاصير التي تأتي وتهلك الحرث والنسل. أحيانا القتلى والموتى التي يعني، أو الأمراض مثل كورونا التي مرت وقضت على عدد كبير من الناس. كذلك هلاك الزروع والثمار بالسيول ونحو ذلك والفيضانات. وأحيانا يجتمع على الناس كل هذه الأشياء، أحيانا يجتمع على الناس كل هذه الأشياء. تعرفون الذي حدث في السنة الماضية في ديرنا في ليبيا، يعني كان هناك كارثة يعني كبيرة ويصعب وصفها، حيث نزل على الناس يعني سيول، ومعها يعني جرت معها أوبئة وتلتها، بعد ذلك أيضا يعني هلاك للحرث والنسل، هدمت بيوت وهدمت يعني شوارع وطرق الناس ومزارع وأشياء كثيرة من أموال الناس وحاجاتهم. كذلك الذي حدث في تركيا، وكذلك الذي حدث في المغرب، سبحان الله العام الماضي يعني الكوارث كانت كثيرة. وأحيانا يعني تكون يعني لها يعني تمظهرات مختلفة سنأتي عليها بإذن الله تعالى. الشاهد أن هذه الكوارث قد تأتي في أشكال مختلفة، قد تأتي في شكل حروب وما فيها من القتل وما يعني يتلوها من الدمار، مثل ما حصل ويحصل في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم، وأن يعني يخزي عدوهم، وأن يعني يكف شرهم عن المسلمين. ومثل أيضا الفيضانات التي تحصل والأعاصير والجفاف الذي يحصل في بعض المناطق، ومنه أيضا الأمراض والأوبئة مثل مرض كورونا الذي مر على الناس، كان يمثل يعني كارثة من الكوارث العظيمة. لكن ابتداء نقول أن هذه الكارثة أو هذه الأزمة، أحيانا نجد أن الناس يستخدمون لفظ كارثة وأحيانا يستخدمون لفظ أزمة، فهل الأزمة هي الكارثة أو هناك فرق بين الأزمة والكارثة؟ المصطلحان أو اللفظان متقاربان من حيث الاستخدام ومن حيث التناول، بينهما تقارب شديد، كلاهما يدل على الشدة والمشقة والعنت الشديد الذي يحصل يعني عندما تنزل، يعني إذا نزل على الناس. ولكن هناك يعني عموم وخصوص في الاستخدام، فالأزمة دائما هي أقل من الكارثة، نظرا لاعتبارات كثيرة ستأتي معنا. هذه الفروقات أو يعني التي نستطيع أن نحدد بها الفرق الدقيق بين الأزمة والكارثة، لها ثلاثة يعني جوانب. ابتداء من حيث الأثر، فالكارثة عادة تكون أشد أثرا وأكثر انتشارا مقارنة بالأزمات. الأزمات كل شيء تتحدث عن أزمة، أحيانا يعني مشكلة في البيت تسميها أزمة، أزمة عائلية، أزمة في العمل، في مؤسسة، في شركة، فلفظ يعني يستخدم في أقل وأدنى المشاكل التي تحدث. لكن الكارثة لا تقال والله حصلت في البيت كارثة، لا، البيت يعني حصلت فيه أزمة صغيرة. فمن حيث الأثر عادة تكون الكوارث تستخدم في الأشياء التي لها آثار كبيرة وآثار عظيمة. كذلك من حيث التوقع والتخطيط، الأزمات كثيرة ما تكون قابلة للتوقع، يعني أزمة عائلية، أزمة في العمل، أزمة معينة، أزمة سياسية، يعني بناء على مجموعة من المعطيات والمقدمات تستطيع أن تقول هناك يعني متوقع أن تحصل هذه الأزمة يعني. بخلاف الكارثة، في كثير من الأحوال يكون لها طابع المفاجأة، بحيث أنك أحيانا حتى لا تتوقعها، مثل أحيانا الأمطار الشديدة مثل التي حصلت في الإمارات مؤخرا، أو الزلازل أو نحو ذلك. طبيعة الكارثة لها طابع المفاجأة. أيضا من حيث الاستجابة، عادة الأزمات
يعني تستطيع أن تستجيب لها بأقل مستوى من الاستجابة، لأن الأزمة في الغالب يعني أزمة محدودة التأثير، محدودة النطاق، بخلاف الكارثة. يتطلب الكارثة عادة استجابة واسعة وعاجلة ومتنوعة، وأحيانا تكون يعني كما يسمونها الاستجابة العاجلة الطارئة. لا بد أن تسعى الآن لأجل مثلا في الزلازل، الآن لا بد أن تخرج الناس الذين في الأنقاض، إذا في الأنقاض تحت الأنقاض. أحيانا إذا مرت 4 أيام 3 أيام يقولون لم يبقى أمل، الأمل أصبح ضئيلا كذا، بعد 9 أيام هذه معجزة أن يصل. فالاستجابة لابد أن تكون سريعة حتى تحاول أن تنقذ أكبر عدد ممكن من الناس الذين يتضرروا من هذه الكارثة، بخلاف الأزمات. الكوارث لها أنواع. الكوارث لها أنواع. النوع الأول الكوارث الطبيعية. الكوارث الطبيعية هي التي يعني في الأصل أنها عبارة عن حوادث تحدث بين الناس، يعني حوادث تحدث في حياة الناس مثل الزلازل والبراكين والسيول، الفيضانات، الحرائق التي تحدث كل مرة، نسمع في اليونان، في تركيا، في أوروبا. هذه الحرائق التي يعني تأخذ عدد هائل من الـ الغابات وتنتشر انتشارا كبيرا، يصعب حتى على الناس احيانا يعني مواجهتها والحد منها. هذه نسميها كوارث طبيعية، وهذه الكوارث الطبيعية لا دخل للبشر فيها عادة، لا دخل للبشر في نشوئها. وحتى لو كان هناك دخل، ففي الغالب يعني إذا تدخل البشر فأثرهم أو تدخلهم يعتبر يعني مثلا الحرائق. أحيانا يحصل أنه بعض الناس يعني يستخدم الـ يعني يشعل الحريقة ما لأجل الطبخ أو أجل كذا أو عبث أو كذا، ثم بعد ذلك يعني تخرج عن السيطرة. لكن الأصل أن هذه الكوارث الطبيعية هي من الأشياء التي تنشأ بسبب الظواهر الطبيعية، وهي كلها تحت أمر الله وقدره الكوني. لكن حتى الحرائق هذه تحدث أحيانا بسبب ارتفاع الحرارة، إذا صار هناك جفاف وجفت الأوراق الشجر، ثم جاءت هذه الشمس الحارقة يعني تشتعل هذه الأوراق الجافة، ثم تنتشر انتشار النار في الهشيم. هناك نوع آخر من الـ الكوارث، نسميها الكوارث البشرية. مثل ماذا الكوارث البشرية؟ من يشارك معنا؟ مثل ماذا الكوارث البشرية؟ ممكن كتابة أو بالصوت حتى يكون هناك تفاعل. مثل ماذا الكوارث البشرية؟ الكوارث البشرية أحيانا، أو حتى الأزمات التي يعني تحصل بين الناس، مثل الصراعات الإدارية أحيانا في المؤسسة الواحدة تصير أزمة إدارية كبيرة بين الفريق، يصير في نوع من تفضل زينب الحسد و... دكتور، الأستاذة زينب تريد المداخلة فلتتفضل لو أرادت. تفضلي. السلام عليكم، زينب متالي من المغرب. أحد نماذج للكوارث البشرية ربما يعني قنبلة هيروشيما، هذا مثال حي على هذه الكارثة، وشكرا. الأستاذ عادل تفضل. أستاذ عادل تقريبا خرج. دكتور نكمل. دكتورنا العزيز نعم، نكمل. الأستاذة الكريمة ذكرت يعني ما حصل في القنبلة الضخمة التي حصلت في هيروشيما. طيب، خلي القنبلة شوية، حنجي عليها. أنا أتحدث الآن عن إشكاليات يعني أو أزمات بشرية تحدث في المؤسسات، مثلا في الكيانات، بسبب الصراعات الداخلية التي تحصل بين الناس.
أيضا غير الأزمات هذه، هناك أزمات يعني أو كوارث نستطيع أن نسميها الكوارث الصناعية. الكوارث الصناعية مثل ما حصل مثلا في تشيرنوبل، اللي هو يعني أحيانا حصل في منطقة في تشيرنوبل، يعني هو عبارة عن تسرب إشعاعي، مشكلة صناعية في مفاعل نووي جرت على الناس كارثة ضخمة جدا، يعني قتل فيها أعداد هائلة، وحصل فيها أيضا يعني نوع من الـ يعني الأمراض التي استمرت مع الناس لوقت طويل. طبعا القنبلة التي حصلت في اليابان، يعني هيروشيما، يعني كان هذه تجمع بين الأمرين، بين أنها شغل صناعي وهي أيضا كارثة بشرية، بمعنى أنه قام بها البشر، يعني هناك من أطلقها هناك من قام بها، مثل الحرب التي حصلت الآن في غزة، أيضا هي يعني كارثة بشرية قام بها البشر من ظلم الناس بعضهم لبعض، فتقوم هذه الكوارث. إذا الكوارث عندنا كوارث طبيعية وكوارث بشرية وكوارث صناعية. الكوارث البشرية الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول ونحوها، البشرية مثل الصراعات التي تحدث في المؤسسات إذا كانت أزمات صغيرة، إذا أردنا مثال كبير مثل يعني كارثة تشيرنوبل التي حصل فيها انفجار ضخم في مفاعل نووي والتسرب إشعاعي كبير. الصناعية هذه قلنا الصناعية، البشرية مثل الذي حصلت في يعني تحصل في المؤسسات، أو التي مثلا حصلت في الحروب أو نحوها، مثل ما حدث في القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما. الشاهد أن هذه أنواع الأزمات أو أنواع الكوارث التي يعني تحدث. هذه الكوارث لها سمات، لها سمات. السمة الأولى التي ذكرناها قبل قليل هي سمة المفاجأة. سمة المفاجأة، ماذا نعني بسمة المفاجأة؟ ماذا نعني بسمة المفاجأة؟ تعرفون أحيانا في بعض الدول، في كثير من الدول، إذا جاءت كارثة، الدول عادة الدفاع المدني أو الحماية المدنية تعمل إنذار، يعني أجراس الإنذار التي في الأحياء هذه تشتعل لأجل تنبيه الناس حتى يأخذوا حذرهم من الكارثة التي ستنزل يعني بالناس. أنا شهدت الفيضان الذي حدث أو السيول التي حدثت في مدينة جدة المملكة العربية السعودية قبل يعني 15 عاما تقريبا، كانت كارثة كبيرة جدا، قتل فيها أكثر من 1000 شخص، وفي فيضان واحد في نهار واحد، في يعني بشكل كبير، يعني كانت جدا فاجعة. لكن حتى أجراس الإنذار يعني جاءت في وقت يعني الناس خلاص يعني فقدت روحها، يعني الدفاع المدني لم يدرك الوقت الذي يكفيه حتى يطلق أجراس الإنذار. أحيانا يعني لا يكفي الوقت حتى لتحذير الناس وتنبيههم على الخطر المقبل عليهم. إذا طبيعة الأزمة هي طبيعة المفاجأة. معذرة، أنا سأحتاج أن أركب الشاحن. الصوت الآن مفتوح للجميع، من يريد أن يتفاعل مع الدكتور يستطيع أن يفتح المايك ويتحدث إن شاء الله، أو أولا يرفع يده. بارك الله تمام فيك، دكتور. جزاك الله خير. نعم، بس حبيت أشغل الشاحن. يعني هذه طبيعة الأزمة أنها يحصل فيها نوع من المفاجأة. هذه المفاجأة تصبح يعني معناها أنه لا يوجد هناك سابق إنذار، يعني حتى ما يسمى بالتنبؤ الجزئي الذي يحدث في بعض الدول، يعني في الإمارات مثلا كانوا متوقعين أن هناك أمطار، وهناك أمطار شديدة، ويتوقعون أنها قد تصل إلى درجة كذا مثلا من الأمطار، لكن لا يستطيعون أن يتأكدوا من مستوى هطولها بشكل يعني يحتاطون له.
وأمر الله سبحانه وتعالى إذا جاء يعني فيكون أثر التعامل معه يعني ما هو ليس في الإمكان يعني. وهذا الذي حدث في الإمارات. الأمر الثاني من طبيعة من سمات الكوارث نقص المعلومات. نقص المعلومات يعني المعلومات المتعلقة بالكارثة، بمعنى عندما يحصل زلزال أنت لا تعرف كم من الناس الآن يحتاجون إلى المساعدة. مستوى التدخل الذي تريد أن تتدخل فيه يعني ليس واضحا تماما بالنسبة لك. أنت تعرف أنك ستحتاج إلى آليات، إلى هليكوبتر، إلى كذا، إلى كاسحات للطريق حتى يعني تيسر دخول الإسعاف وأدوات الإنقاذ، لأن هناك كثير من الشوارع يعني يحصل فيها نوع من يعني تحطم أو يعني انهيار المباني جزئي أو كلي، أعمدة الكهرباء، الأشجار، هذه كلها من الأشياء التي تعيق الناس، وبالتالي تحتاج إلى هليكوبتر. طيب كم هليكوبتر سأحتاج؟ واحد، اثنين، ثلاثة؟ لذلك حتى الدول يعني مثل تركيا دولة كبيرة وإمكانياتها عالية جدا ومتمرسة في التعامل مع الكوارث، لكن الموضوع يفوق قدرة الدول أحيانا. يعني الكارثة جاءت على نطاق يعني متسع. الزلزال الذي في المغرب أيضا كان الزلزال يعني في نطاق واسع وفي منطقة جبلية وعرة مرتفعات يعني أحيانا حتى لا يصعب وصول السيارات إليها، وبالتالي هؤلاء الناس الذين في المناطق المرتفعة هناك من سقط عليه بيته، هناك من يعني عنده مشكلة يعني كان في مثلا في مزرعة أو شيء وانقطع بسبب كانت الكارثة كبيرة بشكل أن حتى الدولة لا تستطيع أن يعني أن توفر المعلومات الكاملة عن حجم احتياجها، وبالتالي عادة تتداعى الدول كلها للدعم، فترسل الطائرات، ترسل الهليكوبتر، ترسل قوات الدرك، قوات الدفاع، حتى يستطيعون أن يوفروا أكبر قدر من الجنود، وأيضا يعني الدول تفتح مجال حتى يعني توفر أكبر قدر ممكن من المساعدة. نعم الأخ يعني فقط أنا كنت ما أنتبه للمشاركات المكتوبة المعذرة. نعم كانت مهمة صعبة مع سقوط الأحجار من الجبال والمطبع. نعم لأن المشكلة كما قالت الأستاذ زينب يعني أنا كنت أتابع بعض المناطق، يعني بعض المناطق الشارع يعني منطقة جبلية، الشارع الذي يصل إلى هذه المناطق أحيانا هو شارع اسفلت ثم ينقطع الاسفلت في منطقة ما، أو حتى لو كان هناك اسفلت شارع ضيق فتنزل الصخور تعطلت الشوارع، حتى الحماية المدنية لا تستطيع الوصول إلى كثير من المناطق. طبعا هذه المناطق تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى دواء، تحتاج إلى يعني متتعدد، لذلك كانت القوات يعني تحاول أن ترسل لهم بالإسقاط المظلي، ترسل لهم المعونات وترسل لهم الأغذية والأدوية ونحو ذلك من الأشياء، وأيضا تنقل الجرحى الذين في حالات حرجة حتى يعالجوا المشكلة. نعم بالنسبة يعني نقص المعلومات يعني تزيد مشكلته في البلاد التي تحصل فيها الكوارث لأول مرة. يعني أنت لما تتكلم عن دولة مثل تركيا تمرست على الزلازل، يعني ما يكاد يمر عليها عام أو عامين حتى تأتيها يعني تمر عليها الزلازل، وهذه الزلازل التي تكرر على تركيا في كثير من الأحوال تركيا لديها يعني ميراث ولديها جنود ولديها يعني الخبرة أصبحت خبرة تراكمية، بحيث أنهم يستطيعون يتعاملوا مع المشكلة باحترافية عالية. لكن تخيل الدول التي مثل ليبيا جاءهم سيل وهم يعني من حيث الإمكانيات وما زالوا لم يتعافى البلد لم تتعافى من الـ المشاكل السياسية والمشاكل الاقتصادية، ففعلا لم يستطيعوا أن يتعاملوا
مع هذا مع هذه الكارثة بالتعامل الأمثل. لكن الدولة إذا كانت يعني دولة متمرسة على يعني يعني حسن التعامل. دولة مثل المغرب مثلا يعني بعد عهدها بالزلازل، يعني آخر زلزال مر عليهم كان يعني في أكادير فيما أذكر يعني قبل سنوات طويلة، فأيضا لم تكن الدولة مستعدة بالشكل الكامل يعني. وهكذا يعني تبقى أن مستوى الاستعداد في الدول يعني قد يخفف أو قد يجعل هناك ميراث أو قدرة على يعني استخدام قدرة على يعني إلى حد ما من توفير المعلومات. أيضا من سمات الأزمات أو الكوارث أنها تتصاعد، يعني لما بدأ الزلزال في المغرب وحتى في تركيا كان يعني الناس ينظرون إليه بنظرة يعني هناك كارثة وربنا يلطف وكذا، ثم كل يوم كل ساعة يعني بدأت الأخبار تتزايد، ها زاد عدد كذا، المناطق المتأثرة أصبحت كذا، البيوت المهدمة، كل يوم كل ساعة كل نصف ساعة تبدأ هناك معلومات متجددة حول اتساع الكارثة، حول يعني التعامل معها. يعني أصبح الموضوع كل مرة يعني تأتي صورة أكثر ضبابية وأكثر يعني ذعرا مما حصل يعني من شكل الكارثة وهولها الذي نزل على الناس. أيضا من سمات الكارثة تصاعد الأحداث، أو عفوا فقدان السيطرة. فقدان السيطرة المقصود به أنه يعني ما يستطيع أحد أن يفعل شيء، لا الدولة تستطيع أن تواجه، لا أحد يستطيع أن يوجد حلا أمام المشكلة بحيث أنه يعني يوجد مثلا معالجات جذرية أو كذا. أصبح الجميع في أمام مأزق يعني ضخم يصعب على الناس أن يتحكموا فيها. أحيانا تستفيق الدولة بعد أيام من هول الصدمة وتبدأ يعني تتحرك التحرك المناسب. أيضا من سماتها الذعر الذي يحصل عند الناس، يعني حتى أن يعني من الإشكاليات التي يعني تحصل أن يحصل حتى هناك حتى العاملين تشاهدون يعني في بعض الأماكن يعني كنا نرى يعني حتى المسعفين لما يحملوا الجثث لما كذا ينهار أحيانا يبكيان كذا من شدة ما رأى من يعني هول الإشكالات التي يعني أمامه. أيضا يعني ليس هناك حل. من سماتها أن كثيرا ما يعني ليس لا تملك حلول. الناس عندهم مشاكل كثيرة جدا جدا وأنت لا تملك ولا حل واحد. الناس تريد غذاء الآن، الآن يريد أن يأكل، يريد الدواء الآن، يريد الإيواء، يريد أن يسكن. ف يعني مشاكل متعددة، ومع هذا أنت تنظر إلى أن هناك أناس تحت الأنقاض وهناك أناس كذا، وأحيانا هناك غرقى وهناك مفقودين وهناك كذا بحسب الكارثة، وهناك عدو لا زال متربص. يعني غزة لا زال هناك من يلقي بالقنابل، هؤلاء اليهود قاتلهم الله لا زالوا يعني يعتدون، وأنت يعني تريد أن تسعف وتريد أن تحمي نفسك وتريد. فهناك كثير من الإشكاليات التي يعني تواجه العاملين. هذا الأمر جعل من علم الكوارث والأزمات، إدارة الكوارث والأزمات، علم يدرس. بل هناك كليات اسمها كلية الكوارث، يعني في بعض الدول هناك كلية اسمها كلية إدارة الكوارث أو إدارة الأزمات. يعني أنا رأيت في السودان كان هناك كلية في جامعة أفريقيا اسمه هكذا، كلية إدارة الكوارث أو كذا، قريب من هذا الاسم. يعني تجمع ما بين يعني إدارة المنظمات والكوارث تقريبا بهذا الاسم. فخصوصا بلد مثل السودان يعاني من الكوارث بشكل متكرر،
كوارث متعلقة بالحروب وكوارث متعلقة بالسيول. دائما النيل، يعني النيل حوضه، يعني الماء كلما زاد في حوض النيل يعني طفح إلى جنبتيه، ففي كل عام يغرق منطقة مختلفة. العجيب أنه لا يأتي منطقة واحدة، هذه السنة هنا، مرة يضرب هنا، مرة يضرب هنا، والناس يعني ما يعرفون، يعني هم يعرفون أنه سيفيض في شهر 8 وسيبلغ مستواه الأقصى في يوم 15/8، ومع ذلك يترقبون. يعني أحيانا يضربهم في 10/8، أحيانا في أول 8، أحيانا في منتصف 8، بحسب الأحوال. وأحيانا يكون هناك خطأ بشري في فتح البوابات وغلقها في بعض السدود، فتأتي كارثة على الناس يعني بشكل شديد، يعني وقاسي ومؤلم. هذا الأمر الذي ذكرناه، وهو يعني علم إدارة الكوارث، لما تشكل وأصبح علما يتعامل معه الناس بشكل أكاديمي ويتعاملون معه بشكل مؤسسي، أصبحوا يتداولون مجموعة من المصطلحات والعلوم والكذا، أصبح يتداخل مع العمل الشرطي والعمل الأمني، لأن جزءا من طبيعة الكوارث والأزمات الاحتياجات الأمنية. لما حصلت الحرب في السودان، الحرب الأخيرة، هؤلاء المتمردين قاتلهم الله الذين اعتدوا على الناس، الجنجويد اعتدوا على الناس اعتداء كبيرا، دخلوا على البيوت وأرعبوا الناس وكذا، وأخذوا شيئا كبيرا من الـ يعني أموال الناس وهربوا. الناس طبعا فزعوا وفر من العاصمة، يعني قرابة 6 7 مليون إنسان خرج من مدينة الخرطوم. تخيل أن مدينة يعني يخرج 1/3 سكانها في شهرين، يعني على مستوى شهرين يبدأ الناس يعني بشكل يعني متتالي بالخروج. في أحياء خرجت من الأسبوع الأول. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن هناك أناس لا يخرجون، هناك سراق، هناك أصحاب أغراض، هناك سراق من أهل البلد، ليسوا يعني هناك مجرمين، لأن هؤلاء القتلة لما هاجموا مدينة الخرطوم فتحوا السجون، فخرج من السجون قرابة 10,000 سجين من 3 يعني سجون في العاصمة. تخيل أن هناك 10,000 يخرجون إلى بلد قد هرب منها أهلها، فتخيل معي ماذا حدث. طبعا هؤلاء دخلوا في كل البيوت ويسرقون اللمبات، المراوح، المكيفات، الأثاث، كل شيء، كل شيء سرق. يعني أصبحت بيوت الناس منتهبة بشكل كبير. فمن أوائل الأشياء التي يعني يتداخل معها العمل الإنساني العمل الأمني، لا بد أن يكون هناك حماية للأصول التي يعني يتداولها الناس، أموال الناس وأثاثهم وبيوتهم. المشكلة ليست فقط في أموال الناس الأفراد، بل حتى الدولة نفسها. تخيل أن هناك عدد كبير من الجامعات انتهبت الجامعة نفسها، هناك مستشفيات كثيرة انتهب المستشفى، يسرق منه الأجهزة، المعدات الطبية، الأدوات الطبية، أدوات الأكسجين، أدوات يعني كل شيء يسرق، الكمبيوترات. تعرف يعني إذا بقيت الأشياء بدون حماية، أصبح كل أحد يعني يعيث في الأرض فسادا ويسرق ما لا نقول ما خف وزنه، لأن كل شيء سرق الحقيقة، حتى الأثاثات والأشياء يعني. والذي لم يسرق يعني طاله نوع من التخريب. لذلك يتحدثون مثلا، ونحن الآن في يعني في الفقرة الأخيرة من هذا اللقاء، وهي أن هذا العلم، علم إدارة الأصول والكوارث، تتجاذبه مجموعة من المصطلحات والعبارات المستخدمة والمرتبطة بإدارة الكوارث. نحن ستأتي معنا كثير من هذه المصطلحات، فنمر عليها مرورا سريعا، لأنها يعني ستسمعونها كثيرا فيما يتعلق بالكوارث والنوازل التي حدثت عند الناس. ومن ذلك موضوع حماية الأصول. حماية الأصول موضوع متعلق بالدولة بشكل أساسي،
لكنه يتمظهر أحيانا في أشكال أخرى، وهي أن الناس أنفسهم يعني يقومون بتنظيمات شعبية، لجان للحماية والرعاية. يعني بعض الأحياء مثلا في الخرطوم يعني أقاموا نوع من الحماية، حاولوا أن يمنعوا يعني السراق على الأقل، يعني لأن السراق يعني يخافون بخلاف المحاربين. المحاربين يعني وضعهم مختلف، المحارب غالبا يبحثون عن النقد ويبحثون عن الذهب، بخلاف هؤلاء السراق الذين يسرقون كل شيء. أيضا هناك إشكاليات أخرى تتعلق بالنقد وتوفر العملات عند الناس، ويعني توفر الغذاء، وهي أيضا من التي تستخدم في هذا الموضوع. لذلك أحيانا تجد بعض المؤسسات الدولية تتحدث مثلا عن المنح النقدي للعاملين في الإغاثة، في مناطق الإغاثة، لأنه لا يحسن دائما أن تأتي بأناس من خارج المناطق. أحيانا لا تستطيع أصلا، الأونروا على سبيل المثال لما تعمل في غزة وفي مناطق مثل هذه، لا تستطيع أن تأتي بعاملين من الخارج، بل تحاول أن توظف أهل غزة أنفسهم حتى توفر لهم، بغض النظر طبعا عن مستوى توفير الغذاء والدواء. هذه المؤسسات الدولية في الغالب أن فيها إشكالية التشغيل العالي، بمعنى أنه قد يأتيهم يعني مليون دولار على سبيل المثال، فيصرف يعني قرابة نصف هذا المبلغ في الأمور التشغيلية، ويصل إلى الناس الفتات القليل من يعني الاحتياج الذي يحتاجونه في يعني في أزمتهم. أنا أريد أتوقف 3 دقائق فقط، آتي بالشاحن لأنه عندي مشكلة في الشاحن هذا الذي معي. تمام دكتور، ناخذ استراحة. دكتور نعم خالد، نعم 5 دقائق، 5 دقائق فقط ناخذ استراحة 5 دقائق يا شباب. إن شاء الله. طيب إن شاء الله. خمس دقائق ونبدأ بمن يرفع يده في مناقشة الدكتور إن شاء الله.
السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، دخلت بجهاز كمبيوتر، أرجو أن تعطوني الكروت على أساس أنه أعرف. موجود حضرتك دكتور كوست؟ لا لا، في آخر، في جهاز آخر. ما اسمه؟ يظهر؟ أيوه، تمام دكتور خالد. تمام دكتور خالد موجود كوست ويوزر كوست الاثنين موجودين. وغيرها من الفصائل ب 67 ل 73 فصائل العمل الوطني في ذلك تستطيع الوقت المشاركة دكتور. يناشطون عمله العسكري في الراي غزه، وبالرغم من عدم تكافؤ الامم من الاحتلال بداوا من 67 ل 71 دكتور خالد فوق، هو الواحد مكتوب عليه بالإنجليزي دكتور خالد، ليس يوزر. تمام. دكتور خالد بالإنجليزية. أيوة، دكتور خالد. تمام. أي، جزاك الله خير. أستاذ حمدو، لو تعمل الدكتور بس خالد كهوست. أي، وصل. نعم، تمام. طيب. بس نرجع معكم من البداية. بدأنا بالمدخل المفاهيمي، ثم تعريف الكارثة والأزمة، ثم الفرق بين الأزمة والكارثة، وقلنا أن الفرق يتبين من خلال عدة جوانب: جانب الأثر والتوقع والاستجابة، أنواع الكوارث ذكرنا الطبيعية والبشرية والصناعية، سماتها ذكرنا المفاجأة ونقص المعلومات، تصاعد الأحداث، فقدان السيطرة، حالة الذعر، غياب الحل الجذري. هناك مصطلحات وقفنا عندها، مصطلحات متعلقة بإدارة الكوارث والأزمات. قلنا أن هذا العلم يعني أصبح يعني له شكل أكاديمي، وأصبح يتعاطى الناس معه بشكل يعني مختلف عن الفترة يعني التي كان ناشئا فيها. أصبح هذا العلم علما يعني مستقرا، وبالتالي هناك مجموعة من المصطلحات المستخدمة، منها الحماية، ومنها أيضا يعني ما يتعلق بالنقد، ومنها أيضا استراتيجية العميل في مواجهة التحديات، إدارة الأزمات، والتأهب للكوارث. طبعا موضوع التأهب للكوارث عندنا علم كامل، ويعني أبحاث ودراسات، بل هناك إدارات عادة تكون في وزارات الدفاع، وفي وزارة البيئة، ووزارة يعني يسمونه إدارة التنبؤ، لأن التنبؤ هذا يعني علم كبير، وفي كل مجال يعني تنبؤات متعلقة بال يعني الأشياء الطبيعية، الطقس، الكوارث العامة، كذلك ما يتعلق حتى الأمور السياسية. يعني لابد أن يعني يكون هناك نوع من التنبؤ لما يتوقع أنه سيحصل في حياة الناس، فيستعدون للكارثة قبل حدوثها. والمقصود بها كلها إجراءات تقام وتتخذ قبل حدوث الكارثة. هناك أيضا من المصطلحات المستخدمة مصطلح التعافي من الأزمة. التعافي من الأزمة هذا المقصود يعني في المراحل المتأخرة بعد أن تنتهي الأزمة أو بعد أن تنتهي الكارثة. هناك أنشطة طويلة الأمد وأحيانا قصيرة الأمد بحسب يعني نوع الإجراءات التعافي، تسعى إلى التكيف مع الظروف المحيطة. إذا أصبح هناك يعني نزوح على سبيل المثال بعد أن يعني يستقر الناس، ذكرت لكم المثال الذي حدث في مدينة الخرطوم، لما استقر الناس في حالة نزوح داخلي في المدن السودانية المجاورة،
كان هناك أناس نزحوا إلى عوائلهم، يعني نسميه نزوح عائلي أو اجتماعي، نزحوا إلى عوائلهم، فكان الأمر يعني فيه نوع من السلوى والتخفيف على الناس. لكن هناك أناس ليس لديهم عوائل في الأقاليم وفي المدن الأخرى، فيعني بقوا في المدارس ومراكز الإيواء، وفي أحيانا تحت الشجر في الأودية، في مناطق يعني في ظروف غير جيدة. حتى بعد ذلك يعني لما خفت الأزمة، هو يعني أصبح الناس يشعرون باستقرار، نوع استقرار، بعد ذلك يبدأ الناس في موضوع التعافي من هذه الأزمة. التعافي هذا يتطلب التعايش، بحث عن سبل العيش، توفير الطعام، توفير الأمان، الماء، الدواء، كيف يعني يوفر الإنسان حاجاته الأساسية، وكيف يتعايش مع الظروف الموجودة. إذا كانت هناك يعني إشكاليات نفسية حدثت من خلال هذه الأزمة، يعني أيضا يتعافى الناس منها. بعض الناس قد يتعرضون لأزمات نفسية بسبب ما يرونه من القتل، من التخويف، أحيانا الاغتصاب، أحيانا كذا. فهذه الحوادث التي تحدث يعني تحدث خللا نفسيا، يتطلب يعني نوع من التدخل العلاجي لهؤلاء الناس. وحتى هذا الأمر، يعني التعافي من الأزمة أو ما بعد الأزمة وما بعد الصدمة، يعني هذا علم أيضا يدرس، وله أدوات وله سياسات. لذلك دائما فرق الإنقاذ فيها يعني معالجين نفسيين ويعني مستشارين في هذا الاتجاه. أيضا من المصطلحات اصطلاح الاستجابة للكوارث، والمقصود به الإجراءات العاجلة، الاستجابة العاجلة التي اتخذت أثناء وبعد يعني وقوع الأزمة مباشرة، في محاولة للتقليل من آثارها السلبية على الناس. يعني عادة ما يكون في ذلك قضية الاستقبال، التوجيه، الإرشاد. أول ما يصل النازحين، إيواءهم، إرشادهم إلى أماكن يعني المجموعات التي يعني تستقبلهم والتي توجههم يمنة ويسرا. كذلك يعني من الأشياء المهمة ما يسمى بالحد من مخاطر الأزمات، وهو يعني نهج منظم تتخذه الجهات المعنية بالعمل الطوعي والإنساني، وأحيانا الدفاع المدني، وكذلك الهلال الأحمر. يجعلون هناك مجموعة من الـ يعني التجهيزات التي تحد من خطورة الأزمة. من ذلك مثلا أجراس الإنذار هذه التي لم تكن موجودة في كثير من المدن. يعني مدينة جدة على سبيل المثال، يعني كان فيها تغطية محدودة للغاية في أجراس الإنذار. بعد الحادثة التي حدثت، في حادثة الكارثة الفيضان الذي حدث، يعني أصبح هناك في معظم الأحياء هناك يعني أجراس الإنذار، وتعتبر كل فترة، وفي المدارس، ويدربون الطلاب على يعني التعامل مع أجراس الإنذار، نوعية الاستجابة، كيف تستجيب، كيف تفعل. هذا كله من أجل الحد من المخاطر. إذا وقعت الكارثة، كيف يفعل الناس؟ لا تذعر، لا كذا، لا تركب الأسانسير، لا تفعل كذا. أصبحت الدولة تجعل هناك مجموعة من القواعد والقوانين حتى على المحلات، حتى يعني تخفف من آثار الأزمة والكارثة إذا وقعت. أيضا من ما يستخدم في هذا الاتجاه يعني قضية مصطلحات النزوح واللجوء ونحو ذلك. النزوح واللجوء من أشهر المصطلحات المتعلقة بالكوارث. وعادة ما يستخدم النزوح فيما يتعلق بالنزوح الداخلي، يعني أن ينزح الشخص من منطقته التي يعيش فيها إلى منطقة أخرى داخل إطار الدولة، يعني في نطاق الدولة أو الإقليم الذي يعيش فيه، بخلاف اللجوء. اللجوء لا، اللجوء يعني أن يلجأ الإنسان خارج الدولة التي يعيش فيها إلى دولة مجاورة، مثل ما حصل مثلا للسوريين لما وقعت الأزمة، فنزحوا أو لجأوا إلى
إلى دولة مجاورة. طبعا السوريين حصل لهم الأمرين، في ناس نزحوا إلى الشمال، فهذا نزوح داخلي من مدنهم، يعني ناس كانوا في التل، في درعا، في دمشق، في كذا، في نزحوا من هذه المدن إلى مثلا حلب، إلى شمال حلب، يبقوا في النهاية في إطار القطر، في إطار الدولة. هؤلاء يعيشون في الغالب حالة تحتاج إلى تدخلات يعني معينة من دولهم، من الدولة الأساسية، وأحيانا من الجهة المستضيفة إذا كانت يعني هناك حماية مثلا حصلت في مناطق الشمال. أما اللجوء فهو الذي حدث مثلا من خروج الناس من منطقة ال من 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 منطقة من سوريا مثلا إلى الأردن، إلى تركيا، هكذا. هذا النزوح، هذا اللجوء، هو لجوء خارج القطر، خارج الدولة، يسمى لجوءا ولا يسمى نزوحا. وكما ذكرنا هي الحالة واحدة من حيث أنه خروج من البلاد، خرج الإنسان من بلده وتغرب، وأحيانا حتى إذا لعله إذا لجأ يعني صادف ظروفا أفضل من ظروفه، أن لا يتعطل تتعطل التعليم، تتعطل كثير من المصالح. أحيانا يواجه الإنسان أشخاص في أسرته لديهم ظروف صحية تتطلب السفر للخارج. لذلك الأزمة التي حدثت مثلا في السودان، كان الناس يعني طبعا مؤخرا قبل شهر كان هناك تقرير للأمم المتحدة، مؤسسة الأمم المتحدة للاجئين، المنظمة الدولية للاجئين، قالوا تقريبا 10 مليون، 10.7 مليون، منهم 9 مليون أو 8 مليون، يعني أو 9 مليون هكذا عدد، نسيت بالضبط، نازح في الداخل، ومليون و700 في الخارج. طبعا المليون و700 هؤلاء الذين في الخارج أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى تشاد، إلى أثيوبيا، إلى السودان، إلى السعودية، إلى مصر. طبعا مصر لها حظ كبير من اللاجئين، لكن العدد الأكبر كان في تشاد، باعتبار الذي حدث في دارفور، حدث يعني مؤلم للغاية، وكان يعني استهدفت يعني مجموعة من القبائل استهداف مباشر، حتى شردوا وأخرجوا من ديارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أكبر التحديات يعني التي تواجه أيضا موضوع إدارة السيولة. إدارة السيولة موضوع يعني يحصل للأفراد ويحصل أيضا للمؤسسات. إدارة السيولة مشكلة، طبعا هذه المصطلحات كلها ستأتي معنا كثيرا في الأيام القادمة، فنحن نختصر حتى لا يعني نحتاج إلى أن نشرحها في الأيام القادمة، في اللقاءين القادمين. يعني مثلا حصل يعني في السودان في فترة الحرب، انقطعت التطبيقات الجوال، تطبيقات البنوك، الناس ليس لديها سيولة، اعتادت الناس أن تصرف بالبطاقات البنكية، البنوك ما في، البطاقات توقفت، كل النظام البنكي شل يعني بشكل مفاجئ، فأصبح الناس في أزمة كبيرة بسبب أنهم لا يستطيعون أن يعني يتعاملون، يريد أن يشتري، يريد أن يبيع، يعني كانت هناك مشكلة كبيرة للغاية. أتصور هذا الكلام يعني يحصل بشكل متفاوت من دولة لأخرى بحسب التجهيزات وبحسب حجم الكارثة التي حصلت للناس. لكن تصور لما تنزل الكارثة، يعني في الشمال السوري وجنوب تركيا، لما حصل الزلزال، الكهرباء انقطعت وكل شيء انقطع، كيف يشتري الناس وكيف يحصلون على الذي ما عنده كاش، يصبح عنده مشكلة في التعامل مع هذه الأزمة. أي نعم، أيضا من ال يعني يحصل بين الدول في هذه الفترة قضية القروض وإسقاط القروض وإعادة التمويل وهيكلة القروض، لأنه يعني تحصل هناك مشاكل يعني مالية كثير للدول في التعامل
مع الـ يعني الـ يعني توفير الأموال، أصبحت الدولة نفسها تدخل في التزامات مالية هائلة جدا في إعادة الإعمار وإعادة الـ أي نعم. من الإشكاليات التي يعني أيضا من المصطلحات المستخدمة في هذه الظروف في الكوارث قضية الاندماج المحلي. الاندماج المحلي يتحدثون عن ما بعد اللجوء وأحيانا النزوح، لكن يعني تخيل لما يأتي 3 مليون يعني شخص ينزحون من بلد إلى بلد، عدد كبير جدا، يعني يصعب على الدول يعني تحمل هذا العدد. تخيل أن هناك في شرق السودان يعني عدد يعني 300 إلى 400 ألف يعني لاجئ من إريتريا، من عند الحرب التي كانت بين إريتريا وأثيوبيا. هؤلاء اللاجئين يعني مكثوا في هذه المنطقة يعني قرابة ال 30 سنة، يعني تزوجوا وأنجبوا وجاء جيل آخر وقد نشأوا واعتادوا على الحياة في هذا البلد. فعادة هناك ما يسمى بالاندماج الذي يحصل في الدول بعد أن يستقر اللاجئ فيها فترة طويلة، يعني يعطى يعني جنسية البلد وتحصل لهم إعادة توطين في مناطقهم، وبعضهم يرجعون إذا استقرت الأحوال في بلادهم. الآن الأزمة السورية يعني تدخل في عامها السابع العاشر الثامن التاسع، يعني تخيلوا هناك أناس ولدوا في النزوح ويعني درسوا الابتدائي أو كبروا، يعني طفل يكون عمره يعني 6 سنوات أو 5 سنوات يعني دخل إلى تركيا وتعلم اللغة التركية وانهى المرحلة الابتدائية والمتوسطة الإعدادية وأصبح يتكلم تركي، يعني بأنه يعني عاش فترة طويلة في مناطق اللجوء، حتى هذا بعد ذلك العودة بالنسبة له تكون عودة فيها يعني فيها صعوبة باعتبار الاختلاف اللغوي والثقافي الذي حصل له من يعني. ومع ذلك فإن منظمات الأمم المتحدة عادة تدعم العودة الطوعية وتعطيه كحق أصيل للناس الذين يريدون أن يرجعوا، سواء الذين نزحوا ويريدون أن يرجعوا إلى مناطقهم أو الذين يعني لجأوا إلى الدول الأخرى وأرادوا أن يرجعوا إلى مناطقهم. نعم، إن شاء الله يمكن إرسال المادة، لا إشكال في ذلك. نعم. نعم، لعلنا نقف عند هذا الحد ونسمع يعني إذا كان في أي مناقشة من المشاركين أو أي استفسار حول ما مضى من حديث حول المدخل لإدارة الأزمات والكوارث. إن شاء الله الميكروفون شغال. نفتح باب المناقشة دكتور؟ نعم، نفتح باب المناقشة. تمام. نبدأ بالأخ يوزر، تفضل. يا ليت الإخوة يكتبون أسماءهم يعني حتى ينادى الإنسان باسمه. السلام عليكم. أفضل. عليكم السلام. يعطيكم العافية، جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة. صراحة بالحديث عن الأزمات والكوارث، أعتقد أن عام 2023 كان عام الأزمات والكوارث بامتياز. تشتتت المناطق الجغرافية وكانت حجم الكوارث كبير جدا. سؤالي، ما مدى جاهزية المؤسسات الإسلامية الإنسانية للتعامل مع مثل هذه الكوارث عندما تكون منتشرة في بقاع كثيرة ويكون حجم العبء كبير جدا؟ وما مدى نسيان الكارثة الأولى في حال حدوث كارثة جديدة؟ يعني السؤال، هل الأمور تتحسن في المناطق التي حصلت فيها الكوارث؟ هل يوجد لدي، طبعا أنا أحدثكم من فلسطين، يوجد لدي شك وجود كارثة قادمة، هل سينسي الناس الكوارث الحالية؟ وما مدى الاستجابة للكوارث، يعني لإدارة هذه الكوارث؟ جزاكم الله خير. صدقت طبعا. تود أن نأخذ سؤال آخر؟ تفضل الأخ محمد موسى، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور، شكرا للمحاضر الشيخ والمنسق. معكم محمد من الصومال، ما شاء الله محاضرة قيمة ومادة ممتازة ما شاء الله، نحن نحتاج لمثل هذه المادة. عندي سؤال، طبعا هذا السؤال ربما موجه للمنسق لا للمحاضر أو الشيخ. الدكتور طبعا عندما يبدأ بأي مادة أو بأي دبلوم لابد من مبادئ العشر أو من ما يسمى محاضرة تقديمية. لماذا هذه المحاضرة، يعني محاضرة والبداية بهذه المحاضرة، محاضرة إدارة الأزمات والكوارث، بدلا من محاضرة مفاهيم العمل الإنساني والخيري مثل التعريف ومفهوم العمل الإنساني والخيري، الفرق بين العمل الإنساني والخيري، الفرق بين العمل التطوعي؟ يعني ممكن البداية كالعادة هذه المحاضرة، وتكون هذه المحاضرة يعني في الوسط أو في المحاضرات القادمة. سؤالي الآخر، طبعا لا يختلف كثيرا بين العمل الإنساني والعمل الخيري، لذلك ممكن أن تكون الدبلوم دبلوم إدارة النزاع والعمل الإنساني. دائما الكوارث والمصائب والأزمات يعني تأتي بعد يعني الصراعات وبعد الحروب، لذلك يعني في السنوات الأخيرة كان يعني المختار إدارة العمل، إدارة النزاعات أو إدارة النزاع والصراع والعمل الإنساني، يعني متلازمان دائما. وشكرا. تمام. أولا أخ محمد موسى، نشكرك على إبداء هذه الملاحظة، ولكن وجب علينا أن نذكركم أن هذا الدبلوم قائم تطوعا من السادة المحاضرين جزاهم الله خيرا، وعلى علمهم النافع للأمة وشبابها. فكل محاضر من الإخوة له وقت محدد، ولا نستطيع أن نفرض عليه الوقت ولا غيره، فجزاهم الله خيرا يقدموها لكم بدون أجر أو بدون شيء. فطبيعي أنا أخذ المتاح لكل دكتور وقته، فأنا معك. يجب أن نبدأ بفكرة المفاهيم، ولكن هذه مادة موجودة وسيعطيها دكتور متخصص دكتور هاني من أرض الواقع كصاحب أكبر مؤسسة إسلامية خيرية في أوروبا، ولكن وقته للأسف الشديد لا يسمح الآن أو في هذا الشهر. فبدأنا وفقا لكل دكتور الوقت الذي يناسبه أخي الكريم، ولا يجب في حال أن الدكتور متطوع لا يجب أن أفرض عليه وقت ولا زمن إلا بإرادته ووفقا لجدوله ووقته. فكلهم ناس لديهم أعمال كثيرة، ولكن أوقفوا جزءا من علمهم لكم وللأكاديمية جزاهم الله خير. الدبلوم الآخر الذي تقول عن فكرة النزاعات وخيرها هو خاص عندنا أيضا في المنصة، ولكن سيأتي دوره وفقا للمفاهيم السياسية وإدارة النزاعات والعلاقات الدولية، وهذا كان دبلوم خاص بالعلوم السياسية. ولكن أخذنا إدارة التنظيم لأننا نفتقد الآن لتنظيم العمل الخيري والإنساني، رغم وأكد أن لدينا موارد كثيرة وخير كثير في هذه الأمة، كما قال النبي الخير في وفي أمتي لن تقوم الساعة. فالخير كثير، ولكن يحتاج إلى ترتيب المنزل وإعادته. وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله، جواب وافي وشافي. ربي يحفظك دكتور. ممكن تجاوب على الأخت من فلسطين، تفضل دكتور خالد. نعم، هو الحقيقة يعني ذكرت الأخت إنه هذا العام، عام 23، العام الماضي كان عام يعني فيه كثير من الكوارث. نتكلم على مستوى الزلازل، يعني زلزالان عظيمان في يعني شرقا وغربا في المغرب وفي تركيا.
أقصد في المنطقة الإسلامية بالذات يعني، وكذلك الذي حدث في ديرنا من الفيضان العظيم، كذلك المشكلة المتجددة في فلسطين بسبب العدوان الصهيوني على إخواننا في فلسطين. المشاكل تتعدد الحقيقة، وأحيانا على مستوى الدولة ينسي بعضها بعضا. لكن خليني أنا أضرب مثال صغير على مستوى صغير يعني. نحن يعني أنا أعمل مدير لمؤسسة التنمية الإنسانية في الخرطوم. يعني أحيانا يكون عندنا حملة لحملة القلوب الصغيرة على سبيل المثال، حملة يعني حملة علاجية لعلاج الأطفال مرضى القلب، وهؤلاء يعيشون ظروف قاسية وأحوال صعبة وكذا. في وسط الأيام هذه التي عندنا فيها أزمة نشعر بها أنها أزمة إنسانية، ولا بد أن نعالج مشاكل الأسر، تقريبا 125 عملية نعملها في أسبوع واحد، تأتينا كارثة يعني في مقاربة قبل أو بعد أو أثناء الحملة التي نقوم بها في مدينة أخرى، يعني فيضان من فيضانات النيل. فماذا نفعل؟ يعني نترك هذا العمل لأجل هذا العمل؟ لابد أن يتوزع الناس بين هذا وهذا قدر ما يستطيعون. لكن حقيقة أحيانا يكون عندك يعني الطارئ الذي تفوت به الأرواح مقدم على غيره. الزلزال إذا وقع أوقف الناس كل شيء ونظروا إلى هذا الزلزال. غزة لما حصل فيها الحرب هذه التي بدأت مؤخرا، أيضا الناس يعني في كثير من المناطق الناس نسوا كوارثهم وأصبحوا أنظارهم كلها تجاه غزة. أحيانا الكارثة نفس حجم الكارثة ينسي الناس يعني الكوارث الأخرى التي تتصاغر أمامها. لكن أيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هناك قدرات وهناك مستوى من التأثير يستطيع أن يفعله الإنسان. فأنا لا أستطيع أن أذهب إلى غزة للعمل، لكني موجود في السودان، لابد أن أعمل في السودان. أنا موجود في المغرب، لابد أن أعمل في المغرب. ولا ينسيني عملي هذا الذي أنا أعمل فيه في مكاني أن أشارك إخواني في قضيتهم، سواء في السوشيال ميديا، سواء بالدعم المالي، بالمادي، بكل ما أستطيع من مستويات التأثير التي تتاح لي. لكن لا ينبغي أبدا أن أنسى القضية العامة، القضية الجوهرية، القضية التي هي هم عام وهم نازلة الآن، نزلت على الناس وفيها فوات للأرواح وضياع للنفوس. لأنه كما تعلمون هذا الدين جاء بحفظ الضرورات الخمس وحفظ الأرواح من أعظمها. فإذا كان هناك طارئ الآن حادث، لابد أن ننتبه وأن نتداعى كلنا لحفظ هذه الأرواح وسلامتها وأمانها. للأسف الشديد أحيانا الناس تشغلهم هذه الأزمة عن هذه الأزمة، وهذا واقع يعني لطبيعة الأزمة. كما قلنا من سمات الأزمة أنها يعني تأتيك بنوع من المفاجأة والذعر الذي يجعلك أحيانا تذهل عن الكارثة التي يعني التي أمامك، وتنتبه إلى كارثة أخرى يعني نزلت بك. لابد أن نتوازن قدر ما نستطيع، وأن ننظر إلى مستويات التأثير. أحيانا لا تستطيع أن تفعل شيء في أزمة في تركيا، لكنك تستطيع أن تفعل شيء في أزمة في السودان أو في المغرب أو في ليبيا. تستطيع أن تفعل، فأوقد الشمعة حيث تستطيع. أي نعم. جزاكم الله يا دكتورنا. ناصر المصري تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا الطرح الطيب. أنا عندي كذا تعقيب إذا تكرم. أنا تفضل. أعتقد كعربي وكمسلم أعتقد أن معظم أهلنا في هذه المنطقة يعيشون على ردات الفعل، عمرهم ما كانوا مبادرين أو مستعدين لمواجهة كارثة أو أزمة بناء على معلومات تاريخية سابقة أو حالة واقعية أو نظرة مستقبلية. في اليابان عندهم الزلازل، هذا شيء طبيعي كل يوم، ما عندهم مشاكل، لكن كانوا مستعدين لها. كود البناء نفسه طبقوه بحيث ما في مبنى يطلع إلا موافق لكود البناء مضاد للزلازل، نوعية المواد المستخدمة، طرق الإخلاء، التعامل مع الكارثة، صفارات الإنذار،
أمور كثيرة كانوا يسوونها، إعداد الناس. إحنا ننقل مشكلتنا إلى الجيش، إلى الشرطة، إلى الحرس، إلى فرق الإنقاذ. طيب إحنا المواطنين شو نسوي؟ قاعدين لا شغلة ولا عمل يعني؟ ولا مفروض نتعلم ونتعامل مع الكارثة كما يجب؟ ليش ما تكون من جزء من حياتنا اليومية الموجودة؟ إذا في منطقة فيها حرائق نتوقع مزيد من حرائق الغابات الموجودة، شلون نستعد لها؟ شلون نزود هذه المناطق بمياه تستفيد إما مياه الأمطار أو ذوبان الثلوج، حيث ما ننتظر هليكوبتر أو طائرات ترش فوق هالأماكن هذه في الوقت اللي إحنا كان ممكن نسوي بحيرات جاهزة للتعامل معها. إحنا مثلا في بيئة صحراوية، شلون نتعامل مع عواصف غبارية عن طريق مثلا الزراعة، استخدام المياه بطريقة مختلفة، زراعة نباتات تتناسب مع البيئة الموجودة عندنا. شلون نتعامل مع سيل أو فيضان؟ في واحد عاقل يسمح بالبناء في مجرى سيل؟ لا يمكن يكون عاقل، ولا يمكن تقبل منه أي عذر من الأعذار. الناس ممكن ماتت. ممكن يكون فاسد أو فاسد أو مرتشي أو غيره، كان مفروض يحاسب. هذا هو مفسد في الأرض، والأصل أن يعاقب، يكون عبرة لمن اعتبر. مو معقول أنت تدري أن هذا مجرى سيل وعندك خرائط الرياح وعندك أشياء كثيرة جدا، شو اللي خلاك تبني في هذه المنطقة أو تسمح بالبناء؟ السيل في ليبيا بلغوكم قبلها بسنوات أن السدود قاعدة تنهار تحتاج إلى صيانة، ليش ما سويتها؟ ليش انتظرت عشان تنهار وينهار السد الثاني اللي بعده مباشرة وبلد بكاملها تروح؟ ليش؟ ليش فضلت مصلحتك على مصلحة الدولة وغيرها؟ الشيء الآخر، احنا ليش نعيش ردات فعل والله نبي تبرعات ونبي مساعدات ونبي ونبي ونبي؟ طيب يا رجل، كان ممكن تسوي كل هذا مقدما. انت الآن دولة تجبرني إجبار على دفع الرسوم والضرائب، ما فيكم رجل يجبرني على دفع الزكاة وينشئ صندوقا للطوارئ بحيث أن لو حدثت كارثة أكون مستعد لها؟ احنا سوينا بس دراسة بسيطة بالكويت طال عمرك على أموال الربا الحرام اللي في البنوك الربوية بالكويت، مثلها مثل البنوك الربوية اللي يسمونها التقليدية أيا كان، يقولون اللي يقولونه في العالمين العربي والإسلامي. بس أموال الربا اللي يتركها المسلمين في البنوك الربوية لصالح المرابين، لأن يقولك والله أنا حرام ما نبيها، أنت ما تبيها إيش حاجة تفتح حساب عنده أصلاً؟ صحيح. هذه الأموال حوالي مليار ومية وخمسين مليون دينار كويتي، 4 مليار دولار. الزكاة لو فرضت فقط على أموالنا ودائعنا في البنوك الإسلامية 1350 مليون دينار، حوالي 5 مليار دولار. القانون ما يجبر، كيف انت بتدفع حياك الله، من دافع على راح، وكأن الأمر بالنسبة لك انت يعني شيء راجع لك، مع ان هذا أمر، هذا اصلا عمود من عواميد الدين، لكن تترم رسوم الضرائب تحاسب، ما تدفع زكاة لا خذ راحتك. الخمس الشيعي اللي يطلع من الكويت شو يطلع؟ احنا اولى فيه، حوالي 650 مليون دينار ويصرف على أهل الكويت وعلى دول مجلس التعاون وعلى العالمين العربي الإسلامي قبل يطلع إلى الخارج، يروح إلى إيران أو غيرها. ريع الأوقاف حوالي 40 مليون 33 مليون 36 مليون أيا كان، هذا كله مهم. المجموع حوالي 3 مليار، هذا بس بالكويت بروحها 3 مليار دينار وشوية، حوالي 11 مليار دولار. هذا لو كان في عندنا صندوق كان ما شفت هذه الأزمات اللي احنا قاعد نعيشها. في أي مكان في العالم العربي نقدر ندخل ونقدر نسوي صناديق مثلها في العالم العربي والإسلامي كله. تدريبنا، تعليمنا، مثل إحنا جزاكم الله خير قاعد نسوي دبلوم في إدارة الأزمات. أنا أنصحكم بناء على العالم العربي هذا اللي إحنا قاعد نعيشه وقاعد نشوف مآسيه اليومية والله الحمد، يعني بدال ما نسوي يعني هي باب يعني دعابة فقط، لكن من القهر اللي إحنا نحمله، بدال ما نسوي دبلوم في إدارة الأزمات، أنا أعتقد أن العرب من أجمل ما يمكن في صناعة دبلوم لصناعة الأزمات، أحسن ناس بالعالم صنع أزمة.
وإذا صارت الأزمة يقول والله ما نعرف إيش نسوي. لا، إحنا نعرف نسوي. الجميع مفروض أنه يكون مدرب ومتعلم. هذا العدو الإسرائيلي تشوفونه، هذا عدو عاقل يفهم، شعبه بكامله يقاتل، رجال ونساء، تعلم على الدفاع المدني، على حروب العصابات، على قتال الشوارع، على إطفاء الحرائق، على كل شيء تعلم. إحنا شو تعلمنا منه؟ إحنا مفروض نكون يعني أمة واعية. إحنا أمة خلقت لتعبد الله سبحانه وتعالى، أمة مجاهدة، ما تغرنا الدنيا. إحنا طلاب الآخرة، إحنا عندنا شيئين، أما النصر والشهادة بس، ما في غيرهم. لكن الران على قلوبنا هو اللي جعلنا الآن أتفه خلق الله، اليوم يذلوننا. لا، وترى بأم عينك إن العربي والمسلم يقتل أمامك وأسلحتنا مصدية في مخازنها، وهذا البلاء الكبير الموجود. فبالتالي يعني أنا أعتقد إن إحنا محتاجين نعيد النظر في أمور كثيرة. هي القضية مش قضية لتريتشر يقال أو كتب تكتب أو غيره، لا، إحنا الآن لازم نعد جيل يختلف تماماً، يفكر بالمستقبل بطريقة مختلفة بناء على الواقع السيء اللي إحنا عايشينه وعلى التاريخ القديم الموجود. وهذا اللي أتمنى أنكم تدرسونه في هذا المنهج في إدارة الأزمات، ويرتقي الآن من دبلوم تقليدي، سواء دبلوم تطبيقي، دبلوم أكاديمي أو غيره، أن يكون جزء من منظومة أكاديمية أكبر تطلع جيل يفكر بطريقة مختلفة، ويدمج معها مثلا برامج أخرى مثل حل النزاع بالطرق السلمية، دراسات السلام والحرب، زائد دراسات المستقبل. هذه أشياء مهمة جدا، وجزاكم الله خير، وأسف على الإطالة. أحسن، جزاك الله خير دكتور ناصر، ما قصرت الحقيقة. يعني أنا أوافقك تماما. لاحظوا إنه الجهود التي ينبغي أن تبذل في هذا الاتجاه، تكلمنا عن جهود الدول، فوزارة التعليم لابد أن تقدم برامج تدريبية للطلاب، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الإعلام، يعني في جوانب كثيرة يمكن أن تساهم فيها أكثر من جهة بالعمل. لكن حقيقة ليس هذا فقط، يعني في شغل بديناها في السودان سبحان الله قبل الحرب، وهو إنه لابد من إعداد فرق متطوعين للتدخل السريع. تجي الأزمة وبعدين الناس يحتاجون إلى متدربين في الإنقاذ، في الطوارئ، في الإسعافات، في كذا، يعني تحتاج إلى أن يكون هناك جهود شعبي. والحقيقة المؤسسات الإسلامية، دكتور الله يحفظك، لا تقول التدخل السريع، لأن احنا قمنا نتشاء من هالاسم هذا. اي والله تكفى، يعني كافي اللي سووه فينا. يعني الله المستعان، احنا كنا نتوقع كعرب ومسلمين ان السودانيين قد يتقاتلون، هذا الشعب الطيب البسيط يخرب بيته بايده، الله المستعان، من قبل شويه خونه. لا حول ولا قوه الا بالله، ضيعوا وطننا وضيعوا السودان وشردوا اهله الطيبين المحترمين اللي كانوا يتقبلوا كل الناس. صدقت. وين اليوم الناس هذول اللي في ليبيا؟ وين اللي في سوريا؟ وين اللي في العراق؟ وين راحوا؟ تحول لاجئين. أي والله، أي والله. لازم تعلم الدروس طال عمرك. لازم تعلم. تعرف أحد الأشياء اللي قاعد نطالب فيها الآن حقوقنا كلاجئين. الله المستعان، الله المستعان. لازم نعرفها تماماً، لأن الظاهر الدور جاي علينا. إحنا ماخذينا بالعرض وبالطول، يعني ما عاد حد محترمنا يا رجل. بالتالي يعني أرجوك بعض المصطلحات لا تجيبها، لأن هذول إحنا نكرههم. زي دور على مصطلحات أخرى تكون أفضل يعني. جزاك الله خير. يا رب لطفك، يا رب لطفك. جزاك الله خير. والله ما شاء الله، ما شاء الله. طبعا وكأنه يعني يتكلم في الصومال، أنا من الصومال. عندما قال الدكتور يعني ممكن دبلوم صناعة الأزمات. يعني الآن هناك في الصومال لجنة أو هيئة تسمى اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة الأزمات والكوارث. طبعا كل المساعدات وكل يعني ما تبدو يأتي من الخارج، يعني مساعدات خارجية من دول أوروبا، من أفريقيا، من العرب، ليس هناك يعني ما يجمع من داخل الصومال.
وطبعا عندما يجمع من العالم كل هذه يعني الأموال أو المساعدات الغذائية، أكثر من 99 يأتي للفساد، يذهب للفساد. مثلا هناك قبل شهرين، قبل 3 أشهر، سفينة كبيرة من روسيا تحمل أطنان كثيرة من القمح، يعني ما كان في هذه السفينة أكثر من 99 ذهب للفساد، للبيع، يعني الآن يعني للبيع في كل أسواق الصومال. وشكرا. دكتور إذا تسمح لي مرة ثانية، طال عمرك، أنا متعجب، تقول لي الصومال مستورد قمح وهي بلد تزرع القمح مثل اللي تقول لي السودان طالب مساعدات، هي بلد زراعية، هم قالوا سلة خبز العالم، سلة خبز السودان العرب، السكر، زي السكر، المي، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، الثروة الزراعية، كل شيء فيها، ومع ذلك نعاني. خل سوء الإدارة والفساد والرشاوي وغيره، إسناد الأمر غير أهل الأمانة المضيعة، هذا كله موجود. وبالتالي أحد الأشياء اللي كنا نطرحها إن يا أخوان إحنا لو تكلمنا للصبح ما كفايدة، لكن راح نخلي نوع من الإغراء، وهذه يمكن تجربة جديدة أتمنى نتعلم منها كعرب وكمسلمين. الكويت عندها صندوق سيادي، الصندوق السيادي هذا قيمته الآن حوالي 1300 مليار دولار، تريليون و300 مليار. العائد ماله حسب الأقوال السنة هذه والسنة اللي فاتت تراوح بين 120 إلى 154 مليار دولار. إذا يعني إذا ربحنا لازم نخضع للضرائب، لضرائب الدخل. فإحنا افترضنا جدلا أن يعني سندفع نصف المبلغ هذا الضرائب. إذا دفع مثلا من 150 دفعنا مثلا نقول 80 مليار. وهذا بس عشان بس أقرب لكم وجهات النظر. عندهم قانون في أوروبا وفي أمريكا اسمه Charity Act، إذا سويت منظمة غير حكومية لا تهدف إلى الربحية يرجعون لك حوالي 40% من المبلغ اللي دفعته، يعني يرجعون لنا حوالي 32 مليار، بس بشرط تصرفها داخل البلد نفسها اللي أنت ربحت منها. لكن ما عندهم مانع لو سويت اتفاقيات مثلا مع أوكسفام أو أمنيست انترناشونال أو ميدل إيست ووتش أو جرين بيس، أو اتفقت مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ممكن يتفهمون معك. أو إذا رحت إلى منظماتهم مثل USAID أو جايكا أو جي تي زد أو غيره، هذه كلها ممكن تفهم معهم لو عرفنا نوصل لهم، وحنا عرفنا نوصل لهم وعرضنا عليهم التالي عشان بس تكون بالصورة، من باب الدراسة الآن، من باب الدراسة إلى أن تتم العملية كما يجب من ناحية قانونية. كل دولار تدفعه في العالم ككل إحنا ندفع لك دولار مقابله. إذا دفعت في دول العالم الثالث فإحنا ندفع لك دولارين. إذا دفعت في العالم الإسلامي دولار إحنا ندفع لك 3. إذا دفعت في العالم العربي ندفع لك بدال الدولار 4. إذا دفعت في دول مجلس التعاون ندفع لك 5. إذا دفعت بالكويت ندفع لك 6. وبنفس اللحظة رحنا إلى الجاليات العربية المقيمة في أوروبا وفي أمريكا. إحنا حوالي 13 مليون عربي ومسلم في أمريكا، وحوالي 53 مليون في أوروبا. إحنا ما عندنا بنوك إسلامية إلا قليلة جدا، يعني معظم تعاملات مع البنوك الربوية. ولذلك فكرنا بإنشاء 4 صناديق: صندوق للزكاة، صندوق للوقف، صندوق للخمس، صندوق لاستفادة من الضرائب الموجودة، وصندوق أيضا للتخلص من الربا. كل دولار تحطه في هذه الصناديق أنا كمشروع كويتي، إلى الآن ما صار لكن هي فكرة وممكن تتطور إلى دول مجلس التعاون والصناديق السيادية العربية الإسلامية كلها، كل دولار تدفعه في هذه الصناديق الخمسة إحنا مستعدين ندفع دولار مثله، لأنك أنت راح تأخذ tax exemption إذا دفعت الضرائب وعمل العمل الخيري. هو ما يفهم أن هذا زكاة أو هذا خمس أو هذا وقف أو هذا تخلص من أموال الربا، ويعرف أن هذا عمل خيري. إذا سوينا الخمس صناديق هذه ندفع مثلهم وتصرف على العرب والمسلمين أولاً،
داخل هذه البلدان، ثم أهل البلد نفسه اللي أكرمونه وجنسونه وأعطونا إقامتهم، وبالتالي لابد من رد الجميل لهم، وبالذات الهوملس أو الفقراء، ثم ينتقل إلى دول العالم المختلفة عن طريق مثلا مؤسساتهم الدولية USAID أو Canadian Aid أو غيره، أو عن طريق منظمات عبر القارات مثل Oxfam أو Amnesty International، أو عن طريق الأمم المتحدة 17 هدف. إذا سوينا كل هذا أنا أوعدكم بأن لنا مستقبل مختلف تماما عن الواقع السيء اللي احنا نعيشه. احنا نبي ناس تفكر بطريقة مختلفة، احنا نبي ناس تتخذ قرار بطريقة مختلفة. يكفي لعب دور الضحية، يكفي لعب ان احنا والله مغلوبين على أمرنا واحنا لا حول لنا ولا قوة، يكفي نعيش نظرية المؤامرة. احنا أكبر من هذا الأمر. في نهاية اليوم احنا ناس نؤمن بأن خلقنا لهدف معين، ما خلقنا عبث، وأن الأرزاق بيد الله والموت بيد الله سيأتي، بس عيش شريف موت شهيد، وبأن القضاء والقدر رد الدعاء، وبأن مسارنا هذا هو محسوب عند الله، لأن هذا نوع من الجهاد في سبيل رفعة شأن هذه الأمة من المحيط إلى الخليج، وشأن الأمة الإسلامية في كل دول العالم، واحترامنا للأديان الأخرى المسيحية واليهودية وغيرها. هذا لابد منها إذا احنا بنطلع نظرية ما يسمى بالglobal citizen، المواطن العالمي العربي المسلم. جزاكم الله خير، وأنا آسف مرة ثانية على الإطالة. الله يكرمك بارك الله فيك. في مشاركة يا أخوان أو سؤال؟ أو نختم إن شاء الله ونلتقي بإذن الله يوم الأربعاء. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. دكتور نختم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تمام دكتور، الحضور كان متميز، حتى هناك أخوة من جنوب أفريقيا وحضور يعني مختلف من اليمن، وهناك أيضا لأن النظام الإسلامي الإسلامي ليس شأنا داخليا وشأن عالمي يعارض النظام العالمي وبناء الرأسمالية، لذلك من الممتنع أن تنجح التجارب. هناك بعض، تمام، نختم دكتورنا بهذه المداخلات القيمة وهذه المشاركات. هناك يبقى الأخ إسماعيل، من هو أول من رفع يده، فليتفضل أخيراً دكتور لو سمحتم. إسماعيل السلام محمد. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. شكراً على المحاضرة دكتور، بس المادة العلمية يعني ما نزلت معنا. المادة العلمية للمحاضرة. تمام، سيتم إنتهاء إن شاء الله بعد انتهاء المحاضرات الثلاثة إن شاء الله تعالى، لا تقلق أخي الكريم. إذن شكراً خير. العفو. نختم محاضرة اليوم، ونود أن نشكر الدكتور خالد على ما قدمه وكل المحاضرين المتميزين ومداخلة التي تنم على الوعي الإسلامي للشباب الإسلامي وللجميع. نسأل الله أن ينفع بنا أمة الإسلام، وجزا الله الدكتور خالد عما قدمه لنا في محاضرة قيمة اليوم، وفي انتظار المحاضرة الثانية إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا جميعا. سبحان الله بحمده ولا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هناك الحضور لمن يريد التسجيل، تم إرساله على الشات الآن.
بالفعل موجود حساب تليجرام، تستطيعون المشاركة فيه، هو حساب أكاديمية رواد، ومنشور فيه خلال الإعلانات اللي احنا بننشرها على الصفحات، موجود فيها حساب الأكاديمية سواء الفيسبوك أو التويتر أو التليجرام. دمتم في رعاية الله وحفظه.